بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، سحر البيوت والعوائل، وهو سحر يعمل في المنزل لكل العائلة بغية تفريقهم وتشتيتهم أو تعطيلهم أو لزرع الكره بينهم. أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين، ومن شر الحاسدين، ومن شر العائنين، ومن شر الناظرين، ومن شر الساحرين، وشر الشياطين. ومن أعراض إصابة البيت بالسحر احتراق مصابيح البيت بشكل مستمر ودوري وبلا سبب، فوضى في المنزل مهما رتب، ظهور حشرات ونمل بلا سبب، اختفاء الأموال والأغراض، مشاكل بين أفراد الأسرة بلا سبب، مرض جماعي لأفراد الأسرة بلا سبب، سماع أصوات، رؤية خيالات، كوابيس للفرد أو الجماعة، اعتداءات جنسية أثناء النوم للبعض أو للكل. ومن أعراض إصابة البيت بالعين أو الحسد الشعور بالضيق في المنزل عند الكل أو البعض، قلة الزوار للبيت، عدم اتفاق أفراد الأسرة، تعطيل للجميع أو البعض، كراهية البقاء في البيت، الكسل والخمول وكثرة النوم للكل أو للبعض، كثرة التتاؤب إذا ما دخل أفراد الأسرة للمنزل. ومن أعراض وجود شياطين مستقرة في المنزل اختفاء الأشياء، هذا لأن من عادة الشياطين والجن العبث، تلف الأشياء في المنزل بشكل دوري ومستمر، روائح سيئة في المنزل بالرغم من تنظيفه. ولتطهير البيوت وتحصينها علينا باتباع هذه الخطوات: تهوية البيت قبل البدء بفتح الأبواب والنوافذ، احضار إناء كبير وملئه بالماء بكمية تكفي لرش البيت 3 مرات، إضافة ورق السدر إلى الماء إن أمكن، القراءة على الماء وذلك بتقريب الفم من الماء بحيث يقع الهواء الخارج من الفم أثناء القراءة على الماء، اقرأ سورة الفاتحة 7 مرات، آية الكرسي، وسورة الانشراح، وسورة الزلزلة، وسورة الفيل، وسورة الكافرون، وسورة الإخلاص، والمعوذتين، كل منها 3 مرات، ثم اغلق النوافذ والأبواب، ثم افتح سورة البقرة على أي جهاز لديك بأقوى صوت ممكن، ثم ابدأ برش الماء المقروء عليه بدءا من آخر غرفة في البيت من اليمين من أعلى السقف في الزاوية اليمنى العليا، وذلك بأن تأخذ بخاخ كي الملابس مثلا وتملأه، ثم تبدأ في الرش جيدا مع قراءة آية الكرسي دون انقطاع أثناء الرش، وتستمر في الرش إلى أن تطوف على كامل البيت حتى الخزائن من الداخل وزواياها، والثياب عامة والثياب الداخلية خاصة، والفراش والسرير والوسائد، فلا تترك شيئا إلا بخخته بالماء المرقي مع قراءة آية الكرسي دون انقطاع أبدا، وكرر الرش مرة أخرى وبنفس الطريقة. أخرج إلى عتبة البيت ورشها بالماء المرقي بواسطة إناء صغير مع الاستمرار في قراءة آية الكرسي دون انقطاع. وإذا كان البيت في عمارة فعليك برش السلم والأسانسير حتى الخروج إلى الشارع، وإن كان بيت وله أسوار فأيضا يستمر الرش حتى الشارع. بعد أن تكون قد تأكدت من رش البيت ومداخله مرتين كاملتين بالماء المرقي مع قراءة آية الكرسي أثناء الرش، أضف إلى الماء المرقي المتبقي شيء من عطر وماء ورد وزهر وأي شيء ذو رائحة طيبة فواحة، ثم رش البيت بنفس الطريقة مرة واحدة، ولا تنسى قراءة آية الكرسي أثناء الرش. وبعد أن تنتهي أشعل شموع ذات رائحة طيبة أو أي شيء يصدر رائحة طيبة، وتكون سورة البقرة تعمل في الجهاز بأقوى صوت. يعاد كل ما سبق ذكره كل يوم ولمدة أسبوع كامل حتى نطمئن إلى تطهير المنزل نهائيا. وأخيرا وبعد التحصين احرص على ما يلي:
عدم استخدام الحبة السوداء كبخور لأنها تصدر رائحة كريهة يحبها الشياطين، فهي لها منافع في الأكل وليس في حرقها. عدم اقتناء الأحجبة والتمائم والحروز سواء في البيت أو في الملابس أو في السيارة أو في المحل. عدم اقتناء كلب إلا للحراسة فقط. عدم الذهاب إلى الروحانيين والعرافين والمنجمين والفلكيين وقارئ الفنجان وغيرهم. عدم ترك الصلاة في البيت. المحافظة على نظافة البيت وترتيبه بشكل دائم، والمحافظة على طيب رائحته. المحافظة على نظافة الأواني فلا تبقى من غير غسيل لليوم التالي. بهذا يكون البيت أصبح محصنا من أي عمل أو سحر. اللهم إنا نسألك باسمك الذي فزعت الجن من مخافته، وتزلزلت الأقدام من سطوته، وخرست الأفواه من عزته، واقشعرت الجلود من خشيته ومن هيبته، وانخلعت القلوب من رهبته، أن تكفينا شر شياطين الإنس والجن. اللهم احفظنا من شر العيون الحاسدة والقلوب الحاقدة والنفوس النافرة والوجوه العابسة. اللهم كف ألسنتهم عنا، واغلل أيديهم وأرجلهم، واربط على قلوبهم، واجعل بيننا وبينهم سدا من نور عظمتك، وحجابا من قوتك، وجندا من سلطانك، إنك الحي القادر المقتدر القهار. اللهم انفعني وإياكم بما قدمت. اللهم اجعل عملي هذا من العلم الذي ينتفع به بعد مماتي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.